صديقي الأربعيني موضوع أكل كارب ولا بروتين بعد التمرين. الموضوع بمنتهى البساطة، أنت محتاج تاكل الاثنين بعد التمرين، مفيش حاجة اسمها أكل كارب لوحده بروتين لوحده. الكارب هيرجع لك الطاقة للمخازن بتاعتها اللي أنت فقدتها أثناء التمرين، والبروتين علشان خاطر يعمل لك ريبير مصل ريبير للتيشوز اللي أنت كسرتها أثناء التمرين. حته بقى ان موضوع ان الناس تقول او تتكلم على موضوع ان الانسولين والانسولين بيشتغل هو اللي لو كلت كاربس هيشغله او كلت بروتين هيشغل الجروث هرمون، احب اقول لك حاجه بس انت اي حاجه تاكلها او تشربها غير الميه هتشغل الانسولين. ف دي مدارس او اجتهادات، بس هو في الاخر سعادتك لا داخل بطوله ولا داخل حاجه يعني في مهمه خاصه عشان تهتم بحاجات هي في الاصل اجتهادات وملهاش اثر في الواقع اللي احنا عايشين فيه. حاجه انا من زمان الزمن باكل الكارب والبروتين بعد التمرين وعادي جدا، يعني مش اللي هو يعني عمال افكر وانا ليه ما بعملش عضلات وانا تعبان، لا ما فيش الكلام ده. 30 سنه فاتوا كل الناس كان عادي، الابطال القدامى والناس اللي في مصر والابطال الكبار عادي بياكلوا كارب والبروتين بعد التمرين. تحتاج ده ومحتاج ده، هي الموضوع بسيط فما تضايقش، واسع يعني حياتي.